مليون فهمنا اللي فيروس كورونا مازال عايش معانا، لازم نعرفوا قيمة حرياتنا باش نستحفظوا على حياتنا. لازم نتعلموا نتعايشوا مع الفيروس في حياتنا اليومية باش نبعدوا على كل خطر نلقاوه في الثنية. كيفاش نتصرف باش نحمي روحي كي نرجع للقراية؟ ما تخرج كان ما تكون غاسل يديك بالماء والصابون، لابس ماسك وتقعد لابس ومدامك مش في الدار، وهزز معاك جيل مطهر. سلب على أصحابك وأساتذتك من بعيد، في قاعة الدراسة، في المطاعم ولا المبيتات. ثبت لي الأماكن هذو متحقمو. احترم التباعد الجسدي بمتر واحد على الأقل. نقص من لمس الأسطح وما تبدلش مع أصحابك الأوراق والأدوات الشخصية. ما تمسش وجهك ودوب ما تكمل الدرس ولا المناظرة، عقم يديك بالجيل المطهر. وإذا حسيت بأعراض المرض كي سخانة، الكحة، ضيق نفس، فقدان حاسة الشم ولا الذوق، تعمل الحجر الذاتي وتكلم ل190. حافظ على صحتك. وزارة الصحة.